فضيلة الشيخ، يقول السائل يقول بعض الناس إنه يجوز كشف المرأة لوجهها أو يديها، والدليل قوله تعالى إلا ما ظهر منها، والبعض يقول لا يجوز ذلك، والدليل وليضربن بخمرهن. نعم، هذا هو الصحيح، أنه ما يجوز كشف المرأة لوجهها لأدلة، ما هو بس هذا الدليل، لأدلة. حديث عائشة: إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، وهن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن تغطية الوجه واجب. اسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يستر المرأة، ما يستر المرأة سترا كاملا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وين يدنين؟ على وجوههن، يدنين أي على وجوههن من جلابيبهن. وبهذا فسر ابن عباس هذه الآية، هي أدلة كثيرة. وأما أنه يأتي من يقول أنه يجوز كشف، هو كان في أول الإسلام جائز كشف المرأة لوجه، لكن نسخ هذا، بعض الناس أخذ بالأول ولم يدري عن النسخ، نسخ هذا في الأخير ووجب تغطية المرأة لوجهها، هذا في الأخير. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحجاب واللباس في الصلاة، ذكر أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك في آخر الأمر. بعض الناس بقي على الأمر الأول ولم يدري عن النسخ. وأما قوله إلا ما ظهر منها، المراد زينة الثياب، يعني زينة الثياب هي اللي تظهر. المرأة ما يمكن تخفي ثيابها، ما تخفي ثيابها. نعم، فما ظهر منها يعني زينة الثياب، نعم، لا زينة البدن. لأن الزينة ثلاثة أقسام: زينة الجسم، وزينة الحلي، وزينة الثياب. فزينة الجسم والحلي يجب سترهما، وأما زينة الثياب فهذا لا يمكن ستره، لأن الثياب تكون ظاهرة. نعم.